عدنا لعددكم مرة ثانية. سبحان الله، كأني كنت بتكلم وسيادة المستشار قاعد جنبي على الكرسي في الحلقة. المستشار مرتضى منصور يقرر خصم رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عشان بس إيه، عشان تبقوا عارفين، مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، خصم 250 ألف جنيه من كل لاعب في الفريق الأول لكرة القدم، وخصم مرتب نص شهر من كارتيرون وجهازه المعاون، وبيع 2 لاعبين وعرضهم للبيع، وتلك القرارات تأتي بعد المستوى السيء الذي ظهر عليه الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية. ده قرارات سيادة المستشار مجلس إدارة نادي الزمالك فورا، ما حصلتش ساعة بعد الماتش وكانت القرارات دي طالعة. نتمنى ان يكون ليها أثر ومناسبة أثر. على فكرة ضفتي في هذه الفقرة انا التقيت بيها منذ ايام، يعني لسه من اسبوع، من 10 ايام، والتقيت بيها في منتدى شباب العالم شرم الشيخ، وراحت عطياني حاجة كده في ايدي، قالت لي خد الكتب دي. الكتب دي مجموعة كتب بتلخص كل كتب البيزنس المهمة في العالم في ملخصات أنيقة جدا. انا مسكتها في ايدي حسيت ان انا ماسك ثروة، وفضلت عامل بيها كده لغاية لما اجيب بيها مصر، وكنت لسه بقول لها هذا الكلام. دول بقى هم دول مشروع الرواد، هم دول اللي بيدعموا الشباب، هم دول المكلفين بمليون شاب، وفي عندهم خطة. ونسمع كل هذا الكلام. اسمحوا لي ارحب بضيفتي دكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 وزارة التخطيط. اهلا بسيادتك واهلا بالسادة المشاهدين. طبعا اهلا بيكي. الكتب اللي انت بتدهني دي لسه بتقولي لي دلوقتي ده مش احنا اللي عاملينها، ده مشروع عندنا. بالظبط. يعني ايه مشروع عندنا؟ انتوا بتعملوا ايه؟ احنا مشروع رواد 2030، مشروع منشأ تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هدفه الرئيسي ان هو يشجع الشباب على فكر ريادة الاعمال. يعني طبعا يعني حضرتك، بص، الناس بتسمع كلمة ريادة الاعمال ما بتفهمش. طيب. يعني ايه؟ انه يعمل بزنس، يعني انه يطلع بفكرة جديدة، يعني ايه بالظبط؟ طيب، ريادة الاعمال هي المشروعات اللي قائمة على التكنولوجيا، فيها نوع من انواع اي حاجة مبتكرة جديدة، سواء المشروعات دي بتخدم المجتمع او بتبقى بتخلق فرصه عمل لاصحابها، لكن هي مشروعات ما اتعملتش قبل كده، فيها تفكير خارج الصندوق. يعني عشان اقرب الموضوع للساده المشاهدين، برضو زي كريم واوبر، زي سويفل، زي كل المشروعات طول عمرنا بنركب عربيات وبنتنقل بيها، لكن فكره ان احنا نطلب بموبايل ابلكيشن عربيه تيجي لغايه البيت، يعني فكره الانوفيشن اللي احنا او الابتكار او الشكل الجديد اللي احنا بندخله على الخدمات العاديه الموجوده دي، بتعتبر مشروعات ناشئه. دايما بتكون مرتبطه بالتكنولوجيا، ودايما بيبقى فيها يعني توسع كبير، يعني في فتره بعد بداية المشروع بيحصل فيه توسع بشكل كبير جدا، وبعدين بيتحول إلى مشروع متوسط أو كبير أو حتى صغير. يعني أنتوا شغالين حاضنة للمشاريع ولا دعم للمشاريع ولا تمكين ليهم؟ طيب خليني أشرح لحضرتك إحنا بنعمل إيه في المشروع. إحنا من أول ما بدأ المشروع طبعا بنشتغل على 3 محاور. أول حاجة عشان ننشر فكر ريادة الأعمال بين الشباب، لأنه طبعا حضرتك والسادة المشاهدين عارفين التوظيف متوقف في الحكومة استعدادا للنقل للعاصمة الإدارية الجديدة بقالنا فترة. فيعني نظرا لان احنا دايما بنبص على ان احنا مش عايزين معدلات البطاله تزيد، فابتدينا نعمل برامج عشان تعلم الشباب ازاي يخلقوا وظيفه لنفسهم، تشوف المزايا التنافسيه اللي موجوده في كل محافظه في مصر، ايه الاتجاهات وايه الاحتياجات اللي عند الناس، ونقدر نخلق منها فكره جديده تكون يعني فكره تتحول لشركه، الشركه دي تكون فرصه ان احنا نخلق وظائف جديده وندعم اقتصادنا او ننوع مصادر الدخل في اقتصادنا بشكل عام. احنا اشتغلنا على 3 محاور منذ البدايه. يمكن كان اول محور فيهم محور التعليم، ومحور التعليم اطلقنا فيه مبادرات مهمه جدا، عملنا ماجستير مهني في رياده الاعمال واداره الابتكار مع جامعه كامبريدج، وطبعا كامبريدج يعني تصنيفها عالي جدا فيما يتعلق بالجامعات بشكل عام وكمان في مجال ريادة الأعمال، وده ماجستير بيتم تنفيذه بالتعاون الأكاديمي مع كلية اقتصاد وعلوم سياسية في جامعة القاهرة. كويس. انت بتتيحي الماجستير ده للشباب؟ للشباب. يعني حد يجي يقول لك لو سمحت انا عايز اعمل ماجستير في إدارة الأعمال، في ريادة الأعمال. ريادة الأعمال ازاي فنية وحرفية ان انا احول فكرة خارج الصندوق عندي لمشروع على الأرض. كويس. احنا بنفتح باب التقديم والشباب بيقدموا عليه. يعني احنا قبلنا طبعا اول دفعه وتخرجت ب 15 مشروع ناشئ جديد، والشباب كلهم بيشتغلوا الحمد لله دلوقتي،
وكمان بعدها اطلقنا دبلومه تانية مع الجامعه الامريكيه، وشهاده تانية مع شهاده مهنيه مع الجامعه الالمانيه. يعني بنحاول طول الوقت في محور التعليم ان احنا نقدم كل ما هو جديد للشباب في مجال يعني يقدر يساعدهم. طور نفسك بنفسك طبعا، وابدا وما تقلقش وخش ادرس علشان تبقى بتحط رجلك على ارض صحيح، لانه برضو ثبت علميا ان المشروعات القائمه على الدراسه والبحث يعني نسبه فشلها بتبقى اقل بكتير جدا من المشروعات القائمه عشان عندي فكره وخلاص. خاصه برضو في جزئيه عايزه اوضحها للساده المشاهدين، المشروعات الناشئه دايما عشان المشروع مش بيبقى اتعمل قبل كده او اتعمل ابعاد منه صغيره قبل كده، بيبقى نسبه المخاطره فيه عاليه. يعني الشاب بيبقى عنده فكره خارج الصندوق، لكن محتاج بيئه كامله، محتاج يعرف ازاي يختبر هذه الفكره بتاعته في السوق عشان يعرف لما يخليها مشروع ومنتج موجود الناس هتقبل عليه ولا مش هيكون فيه قبول عليه. فالنسبة المخاطرة بتكون عندهم عالية، فبالتالي احنا بنقدم لهم التعليم الجيد مع مؤسسات مرموقة الحقيقة في المجال ده، عشان نخلي يعني نخليهم لما يكونوا عندهم أفكار يحولوها لمشروعات، ولكن بطريقة مدروسة وعلمية، بطريقة أحسن كده. طب ما الحكاية بقى، الناس عمالة تتكلم وتقول لك هو هيعرفوا يعملوا مليون، يعني ايه مليون؟ دي مبادرة تانية من المبادرات اللي طلعناها، حملة المليون ريادي. يعني ايه حملة المليون ريادي؟ حملة المليون ريادي هو هدفها الرئيسي ان احنا نرفع كفاءة الشباب، خاصة مليون شاب، فيما يتعلق بريادة الاعمال. ده في مصر ولا في افريقيا والدول العربية؟ في مصر طبعا. مصر بس؟ طبعا. اوكي. في مصر يعني حملة المليون ريادي هدفها ان انا اغير طريقة تفكير الناس، اغير طريقة تفكير مليون شخص في مصر. شاب كبير صغير يعني. يعني حضرتك انا ممكن اجي لكم؟ طبعا طبعا. وتعملوا يعني وعندي فكره وبتاع وتشجعوني عليها؟ طبعا. طب جميل جدا. طبعا رياده الاعمال ما بتقتصرش على خلفيه تعليميه، ما بتقتصرش على سن، ما لا انا متعلم والله. لا مش لا والله اخد ثانويه. قصدي انه ملهاش سن وملهاش يعني، لانه في بعض الناس بيقولوا مثلا احنا كان تعليمنا مش تعليم عام هينفع ندخل او لسه مخلصناش الجامعه. بس انت بتقولي الشباب، انا موجهه للشباب، فانت دلوقتي فتحتي السكوب بالظبط. حملة المليون ريادي موجهة بشكل عام لتغيير طريقة تفكير مليون شخص في مصر. يعني هم اكيد المليون مش هيعملوا مليون شركة ناشئة، ولكن يعني طريقة تفكير الناس هتتغير، ده بينعكس على كل واحد في شغله وفي طريقة تعاملاته مع الآخرين، في طريقة تفكيره نفسها بتختلف. طبعا احنا بنستهدف ان احنا نطلع من المليون 50,000 شركة ناشئة جديدة، طبعا تكون وسيله ان احنا نخلق فرص عمل اكتر وننوع مصادر الدخل زي ما قلت لحضرتك، ويكون التنويع ده مختلف وهدف. هل هناك هدف معين؟ يعني هل ممكن يجي لك حد تقول له لا والله انا مش هقدر اساعدك؟ لا. ما هو انت ممكن تقولي له لا ده لا ينطبق عليه المواصفات او الشروط لل 50,000 شركه ناشئه؟ هو البرنامج ده يعني تم يعني اطلاقه بشكل معين، هو مقسم لثلاث مراحل. المرحلة الأولى مفتوحة لكل الناس، من أول المرحلة الثانية بيبدأ يكون عندنا اختبارات يعني تقول لنا مين اللي هنقدر نكمل فيه معاه كمان في المرحلة الثالثة، لأنه المرحلة الثالثة الحقيقة فيها انسنتيفز أو فيها يعني محفزات كتير قوي للشباب، قروض يعني حاجات ميسرة كتيرة جدا في لإنشاء الشركات بتاعتهم. ففي عندنا اختبار نفسي بيتم قبل المرحلة الثالثة، وفي اختبارات بتتم قبل المرحلة الثانية. يعني طول الوقت احنا بنصفي، لأنه تقريبا لو دخلوا مليون احنا مش هنخرج مليون، يعني احنا عايزين 50,000 شركة ناشئة، ولكن المليون هم اللي احنا عايزين نغير طريقة تفكيرهم ويقدروا يدخلوا على أونلاين وياخدوا الكورسات كلها. والكورسات على فكره يعني مستواها عالي جدا، ويعني مدروسه بدقه وبعنايه كبيره، والحمد لله الاقبال على الحمله كبير قوي. يعني اوكي، في مجموعه خلاص انتوا شغالين معاها وفي سيستم مطبقينه، ثم طبقتوا حمله المليون. حمله المليون متاح ليها تخش على الانترنت وتاخد دراساتك وتشتغل لكل الناس. يس. ثم تبدا تتصل بيا لو انت عايز ابدا اتعامل معاك واساعدك، صح؟ انا ماشي كده كويس؟ صحيح. كويس. في حملة المليون المرحلة التانية تكون ايه؟ المرحلة التانية هي ان حضرتك تدخل بقى على مرحلة التنفيذ، ان انا اخش انفذ. بالظبط. ساعتها اجي لحضرتك ولا بعمل ايه؟ احنا متواجدين طبعا طول الوقت، مش تيجي لحضرتي، احنا بنعمل السايكومتريك. لا ما حضرتك، انا بتكلم على الوزارة يعني. او اجي للوزارة، اجي لرواد، انا اللي بتكلم فيه ايه؟ النهاردة انا بحفز الناس، حفزتهم. طيب المرحلة اللي بعد كده، خلاص انا اتحفزت، درست، لقيت ان انا عندي ده، اروح بيه لمين؟ طيب احنا عندنا برضو، انا كل ده بكلم حضرتك في المحور الاول. المحور التاني احنا عندنا 10 حاضنات اعمال،
موجوده في مجالات مختلفه. واسمح لي برضو حضرتك لو حد من الساده المشاهدين مش عارف يعني ايه حضره اعمال. حضره اعمال هو المكان اللي بيساعد بقى رائد الاعمال اللي عنده فكره ودرسها وعرف ان هي لو طبقها هتتحول لمشروع حقيقي انه ينفذ مشروعه ده. بتقدم له بقى دعم ان هو يسجل شركته، ان هو يختار فريق عمله، ان هو يعني كل البروسيس او كل الطريق بتاعه بتفضل ماشيه معاه فيه، وبتقدم له كل الدعم عشان وليه 10 يتحول. هل كل واحده فيهم مختصه بقطاع لحد الان؟ لحد الان هل كل واحده فيهم مثلا مختصه او كل مجموعه مختصه بقطاع في الشغل؟ يعني تكنولوجيا معينه بتقولي له خش الحاضنه الفلانيه او كده. كلمه حاضنه دي ان انت بتلمي الناس في مكان واحد القريبين من بعض في الشغل ده عشان تساعديهم، صح؟ صحيح صحيح. هل ايه التخصصات اللي عندك؟ احنا عندنا كتير. تخصصات يعني في بعض الحاضنات المتخصصه في مجالات بعينها وفي حاضنات عامه، لكن عندنا حاضنتين متخصصتين في مجال الذكاء الاصطناعي، ودول كانوا يمكن اول حاضنه متخصصه في المجال ده في الشرق الاوسط وشمال افريقيا يتم انشائها عشان دعم الافكار القائمه على يعني تكنولوجيا او تقنيات الذكاء الاصطناعي. عندنا حاضنه متخصصه في مجال السياحه. عندنا مايكرو فاكتوري او مصنع مصغر، ده تم انشائه مع جامعه النيل، ده عشان الشباب اللي عندهم افكار جديده، بس الافكار دي عباره عن منتجات. يعني الشاب بيبقى عايز يعمل خطوط انتاج صغيره او يعمل بروتوتايب او نموذج اولي للمشروع بتاعه او المنتج بتاعه يقدر يختبره في السوق، هيشوف عيوبه ايه ومزاياه ايه، ده كمان متاح للشباب. وعندنا طبعا يعني واحده من ضمن الحاضنات المميزه عندنا حاضنه مصريه افريقيه. الحاضنه دي بتوجه كل دعمها للشباب المصري والشباب العربي والافريقي، العربي اللي موجود في قاره افريقيا، يعني شمال افريقيا وجنوب افريقيا. ودي يمكن اللي كان يعني شرف لينا ان معالي الوزيره كلفتنا ان احنا نطلقها بشكل اكبر عشان نبقى متماشيين مع توصيات فخامه الرئيس في نهايه منتدى شباب العالم يعني. طيب وعندنا طيب. حاضنات اخرى طبعا العامه. مفيش حاجه في الزراعه؟ يعني جاري الان انشاء حاضنه في الزراعه وجاري انشاء انا ناشئ بقى في حاضنه الزراعه دي طبعا يعني. انا زارع فوق السطح كذا حاجه كده وناوي اتوسع. ده مشروع مهم جدا، زراعه الاسطح ده مشروع من ضمن المشروعات المهمه. انا عايز اقول لك انا بدوسه بقى لي 10 سنين يعني فعلا. فانا راشق في بتاعه الزراعه معاكم على طول. طيب انا عايز انتقل بحضرتك بقى الى الهديه او اللي انت قلتيه شوف ده كده. ده مشروع وصل لمرحله الانتاج، صح؟ صحيح. اللي انتوا اديتهوني ده ملخص لعشرين كتاب من اهم كتب البيزنس في العالم، يعني هو ملخص دول، وهو اخد اكيد طالما بقى ده مشروع واخد الموافقات بتاعت الكتب دي والشركات اللي مطلعة الكتب وترجمة الكتب وراح طبع هذه الكتب، ده مشروع قائم بذاته كمكتبة ولا كدار نشر ولا ايه بالظبط؟ لا هو مشروع يعني بيعمل هو يعني المشروع ده بياخد افضل الكتب اللي موجوده في كل مجال في البيزنس يعني يعني المجموعه اللي هديتها لحضرتك كانت بتاعت بيزنس في مجالات اخرى. هم بياخدوا الكتب لانه يعني رتم الحياه دلوقتي بقى صعب شويه، في ناس كتير قوي ما عندهاش وقت تقرا، فكانت فكره المشروع المبتكره انه بيسهل على الناس القرايه، ياخد افضل الكتب ويجيب الرساله الرئيسيه اللي الكتاب بيحاول يوصلها في كام صفحه ويحطها في مع بعض، بحيث ان الواحد لما ياخد الكتب دي يبقى كانه قرأ يعني مجموعه من الكتب. هو مش قرأ، هي ملخص يعني، هو بياخد المفيد كده في بالزبط. الاخر يعني عامل له برشامه بالظبط من الاخر ماشي. فهو حول الفكره المصريه بتاعه البرشامه الى فكره لطيفه جدا جدا عشان تاخدها. وكنت بقول وبسالك طب واحنا ليه ما نبداش نعمل ده مسموع كمان؟ فقلت لي احنا بصدد جاري طبعا يعني انا عرفت طبعا الخطوه الثانيه للشباب في الشركه ان هم بيعملوه ده مسموع عشان يسهلوا على الناس اكتر كمان ان المعلومه توصل، يعني هو الهدف ان المعلومه توصل. هم مش دار نشر، هم عملوا الفكره دي وبيطبعوا الكتب يعني هم بيبيعوها اونلاين. بيبيعوها فعلا؟ بيبيعوها بس طبعاً. المجموعه فقط بتاعه البيزنس هي الاولى هي اللي طلعت؟ لا عندهم اكتر من مجموعه اللي كانت متاحه لما شفت حضرتك طبعا بتاعه البيزنس، ويشرفنا ان احنا نهدي لحضرتك بقيه المجموعات. لا لا مش كده، لا انا هخش اتابعهم واجيب منهم اللي انا عايزه بجد، لان ده مشروع حلو قوي. دول كام شاب بقى؟ هم تقريبا اللي اسسوا الشركه دي كانوا ثلاثه، لكن طبعا الموضوع مش بيتحسب كده طبعا. اللي بيوصل الـ 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 الكتب او مجموعه الكتب يعني عدد الوظائف الغير مباشره كمان المرتبطه بالمشروع بتبقى كبيره قوي، فبالتالي هو الموضوع مش بيتحسب بكم واحد بيشتغل جوه الشركه. لا ما هي بتاثر على مين واللي طبعًا. بيوزع واللي بيوصل وكل هذا طبعًا. الكلام كتير والمطبعه اديني قصه نجاح تانيه.
عندنا والله قصص نجاح كتيره. انا يمكن دايما اللي بحكيها قصه ادزلي عشان بتبقى قريبه من الناس. ادزلي شركه ناشئه كانت يعني معتمده على الاعلان او الادفرتايزنج اونلاين او الحاجات اللي احنا ما كناش بنشوف قوي الشاشات المتحركه اللي هي موجوده في المترو وموجوده في اماكن كتير. دلوقتي يمكن اغلب الناس لما بتروح الجيم بتلاقي شاشات ادزلي، لما بتنزل المترو بتلاقي شاشات ادزلي في المولات. هي الفكره بتاعتها ان احنا نستغل الاماكن اللي مفيش فيها دعايه واعلان عشان نعمل فيها دعايه واعلان. فبالتالي بشكل احنا بشكل مختلف شويه متقدم زي ما بنشوفها بره كده. طبعا هو نقل الفكره من بره وبدا يطبقها في مصر بالظبط، وهم الحمد لله هم موجودين في اغلب الاماكن دلوقتي. وزي ده في قصص نجاح كتير، يعني حتى مش لازم تكون طالعه من مشروع. انا يمكن دايما بقول انه رواد الاعمال قدروا يعملوا قصص نجاح كبيره بشكل عام من مصر، قدروا يعملوا قصص نجاح كبيره الفتره اللي فاتت، عشان كده بقى في اقبال اكتر على مجال رياده الاعمال. كويس. ومتسجل معاكي قد ايه بقى؟ في ايه؟ في رواد، يعني اديني ارقام ودي في الحته الفلانيه عندي كذا. لا طبعا شخص احنا خمسه هنا سبعه هنا. طبعا اكيد. في حملات التوعيه احنا يعني يمكن عندنا حمله اسمها ابدا مستقبلك. الحمله دي بنوعي فيها الطلاب المدارس وطلاب الجامعات على رياده الاعمال. في حمله المدارس فقط احنا معديين 500,000 طالب. في حمله الجامعات تقريبا عدينا 30,000 طالب. حمله المليون ريادي تخطينا 50,000 مشترك. الحاضنات طبعا كل الحاضنات عشان فيها تخصص، فبيبقى الحاضنه يعني ملزمه بعدد من المشروعات عشان بيبقى فيه ديديكيشن اكتر او فيه تركيز اكتر معاهم. فيعني كل حاضنه احنا على وشك ان احنا نخرج الدفعه الاولى او السايكل الاولانيه من حاضنه السياحه اللي هم تقريبا 19 مشروع جديد. 19 مشروع جديد في السياحه. اه. تسعه منهم مختلفة من محافظه اسوان. تسعه؟ لا معلش، 10 منهم من محافظة أسوان مكان المشروع العاشر، وتسعة من بقية المحافظات. تمام كويس. إيه حكاية رواد ميتر؟ رواد ميتر ده كان أول منصة تبقى موجودة في مصر بتقيس مؤشرات ريادة الأعمال، لأنه بدأت منظومة ريادة الأعمال تتسع جدا، ويعني ما كانش عندنا منصة تقدر تعرض يعني إيه هي المجالات اللي إحنا محتاجين ندور على ابتكارات فيها، والشباب بيقبلوا على مجالات شكلها عامل ازاي، عدد رواد الاعمال اللي بيبتدوا قد ايه. طيب عشان نقدر نحسن من بيئه العمل كنا محتاجين نعرف الناس اللي بتبدا مجال رياده الاعمال كم منهم بيكمل وكم منهم بيسيب مشروعه والاسباب ايه. فمنصه رواد ميتر هو هدفها الرئيسي ان هي تطلع لنا مؤشرات عن رياده الاعمال. ويمكن الفتره اللي فاتت يمكن يعني انا يعني يسعدني كمان ان انا شارك الخبر ده مع الساده المشاهدين. مصر مصنفة الأولى على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستثمار في الشركات الناشئة. الشركة الناشئة بتبدأ والشاب بيبدأ بفكرة، الفكرة دي بتبدأ تتبلور، لكن عشان يكبر وينمو بيبقى محتاج استثمار. طبعا مصر مصنفة التصنيف ده لأنه الأفكار اللي بتطلع عند الشباب المصري الحقيقة أفكار جيدة جدا وقابلة للتطبيق، ففي إقبال كبير من المستثمرين إن هم. من مين بقى؟ اتجاهات منين؟ من بره مصر؟ من جوه مصر؟ من بنوك؟ منين؟ من بره مصر، الأغلبية من بره مصر، خاصة يعني المؤشرات. أنا كشاب إزاي أطرح مشروعي بره مصر عشان أجيب مستثمر؟ والله المنصات كتيرة جدا اللي موجودة، ولكن احنا بنستهدف دلوقتي يعني يمكن وزارة التخطيط بتتبنى ده دلوقتي ان احنا نجيب الاستثمارات من جوه مصر، لانه حضرتك لما برضو يعني بيتم الاستثمار في الشركة من خارج مصر اوقات كتير قوي بتبقى عايز تخرج بره مصر، فبالتالي الجزء التنموي بتاع المشروع مش بتستفيد منه مصر، هو بيحصل بره. فبالتالي احنا يعني هدفنا في الفترة القادمة ان شاء الله، يمكن ده اللي كانت كمان تكليفات معالي الوزيرة كلها بتنص فيه او بتنص عليه، ان احنا نحاول يعني نشوف كل يعني الخطوات اللي نقدر نعملها عشان تبقى التنمية والجزء بتاع خلق فرص عمل يبقى موجود في مصر. فبالتالي احنا بنشتغل عشان تطلع شركات ناشئة بالجودة دي وبالعدد ده. يعني مصر كمان يعني تعدادها دلوقتي الرابعة افريقيا من حيث عدد الشركات الناشئة، فده يعني طبعا في قاره افريقيا ده يعني عدد كويس جدا او ترتيب كويس جدا. ولكن الاهم بالنسبه لنا هو الاستثمار في الشركات الناشئه، لان ده اللي بيعكس جوده المنتج او جوده الشركات اللي طالعه. فبنحاول بقدر المستطاع دلوقتي انه يبقى فيه طبعا في جهات كتيره جدا ابتدت تساهم في التمويل في الشركات الناشئه في مصر، يعني مؤسسات راس المال الجريء، في بنوك كتيره جدا حاولت دلوقتي بتشتغل في مجال رياده الاعمال وفي تمويل المشروعات الناشئه. التمويل اللي الدوله بتقول عليه للشباب والمشاريع بتاعه الشباب اللي ب 5%. يعني حسب المجال. حسب المجال بتاعه. ما بيبقاش منطبق على كل المجالات.
لكن هي متاحه في بعض المجالات، متاحه طبعا. يعني انتوا مش مشروع فنكوش ده، انتوا طلعتوا جامدين جدا. لا احنا مش مشروع فنكوش، احنا كان عندنا 3 محطات هامه جدا جدا السنه اللي فاتت. الحقيقه انا بعتبرهم يعني وسام الحقيقه، وبعتبرهم يعني حاجه قالت لنا ان البوصله بتاعتنا محطوطه صح طبعا بتوجيهات معالي الوزيره. السنه اللي فاتت تم ادراجنا على منصات اليو ان كواحده من افضل الممارسات حول العالم اللي بتحقق اهداف التنميه المستدامه. السنه اللي فاتت خدنا جائزه افضل مشروع في العالم العربي بيستخدم التكنولوجيا لخدمه المجتمع. خدنا جائزة كمان السنة اللي فاتت أفضل مشروع في العالم العربي مستدام. فده أكيد يعني 3 جوائز دول ريكوجنيشن دولي. ده بالتأكيد يعني. دكتورة غادة، ممكن أسألك الدكتوراه بتاعتك فين؟ علاقات دولية. أنا سعيد ده من أسبانيا. من أسبانيا. من أسبانيا. يعني بتتكلمي أسباني؟ أه بتكلم أسباني. وإنجليزي. وعربي. وشوية فرنساوي. شوية. ده شيء عبقري جدا جدا. أنا بكون سعيد قوي لما بقابل ناس فاهمة بتعمل ايه بجد، وبيكون الحوار شيق وكويس. واشكرك ان انت وضحتي للسادة المشاهدين، علشان نخلص بقى ونحط سطر، واللي عايز يساعد واللي عايز يستفيد يبدأ. اشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في الحياة اليوم في هذه الفقرة، دكتورة غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 وزارة التخطيط. شكرا لحضرتك.